من سيسافر إلى مكة؟ إسام إسام يسافر إلى مكة. من سيسافر إلى المدينة؟ صالح يسافر إلى المدينة. من سيصلي في المسجد الحرام؟ إسام سيصلي في المسجد الحرام. من سيصلي في المسجد النبوي؟ صالح سيصلي في المسجد النبوي. أين المسجد الحرام؟ المسجد الحرام في مكة. أين المسجد النبوي؟ المسجد النبوي في المدينة. أين سيصلي إسام صلاة الجمعة؟ في المسجد الحرام. أين سيصلي صالح صلاة الجمعة؟ في المسجد النبوي. من سيسافر بالطائرة؟ صالح يركب الطائرة. Or you better say صالح سيسافر بالطائرة. اوكي سا الحوار الثالث، الدرس 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر واستمع وعيد صادق. هذا أذان العصر. This is the أذان of عصر. هيا بنا إلى المسجد. Let's go to the mosque. أنا أصلي في البيت. I will pray at home. الصلاة في المسجد أفضل. The Salah in the mosque is better. المسجد بعيد. The mosque is far. المسجد قريب. The mosque is near. هل أنت مريض؟ Are you sick? لا أنا بخير. No, I am fine. أنت كسلان. You are lazy. هذا صحيح. آسف. This is correct. I am sorry. أنا ذاهب إلى المسجد. I am going to the mosque. انتظر. Wait. أنا ذاهب معك. I am going with you. ياسيني and سارة. نعم. السلام عليكم. ياسيني you are first. وعليكم السلام. سارة you are Yes. second. Repeat everything that you hear. Okay. الوحدة السادسة. الوحدة الثالثة سادسة. الصلاة. السلام. الدرس 48. الدرس 48. الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. هذا أذان العصر. هذا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. Continue, Sarah. يس سر. أنا أصلي في البيت. الصلاة في مسجد أفضل. You have to say the صلي في المسجد. No. No, so I said أنا أصلي في البيت. Now you say المسجد بعيد. Okay, المسجد بعيد.
المسجد قريب. هل أنت مريض؟ No, Yasini, لا right, Molly? Yes. لا أنا بخير. أنت Yasini. كسلان؟ هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا انتظر. ذاهب معك. The word is انتظر. الوحي. انتظر. Yes. السهور. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Miss Hoor, I think you have some internet problem. Miss Maryam, can السلام you? عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله Okay, وبركاته. Hoor, you are first. Maryam, you are second. أوكي معلم. Repeat. Can you السادسة. hear me? I can hear. الصلاة. الصلاة. أوكي. الدرس الثامن والأربعون. الدرس الثامن والأربعون. الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. هذا أذان العصر. No, خور. خور. You are blue. صادق. Or has some internet Hello. problem. You continue. هذا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. هيا. هذا أذان العصر. Miss أنا Maryam. أسلم في القسم. Yes, أنا can I أصلي في continue? البيت. Yes. أنا أسلم في البيت. صلي في المسجد. هور. Forget her. Read everything yourself. الصلاة في المسجد أفضل. By the way, he said, صلي في المسجد. Okay. المسجد بعيد. أصلي في المسجد بعيد. المسجد قريب. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. لا أنا بخير. أنت كسلان. أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. هذا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. انتظر، أنا ذاهب معك. Okay, now I will type this dialogue in the meanwhile. You all better practice it yourself until I write Okay. it. Okay, Samia. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سارة. You both repeat whatever you believe. أوكي. والآن جاء دورك. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. هذا أذان العصر. هذا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. أنا أصلي في البيت.
أصلي في المسجد. صلي في المسجد. المسجد بعيد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ المسجد قريب. أوكي. First. أوكي سا. لا أنا بخير. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا أنا بخير. هل أنت كسلان؟ أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. لا هذا صحيح. أنا آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. انتظر. أنا ذاهب معك. Next student ياسيني. أيوة نعم. Okay, you are first. Or can you hear us? Yes. Yes, I can hear. You are second. Wa alaikum assalam. Start. Haza azanul asr. Hayya bina ila al masjid. Ana usalli fil bayt. Salli fil masjid. It is a command. Okay, now continue. Anta kaslanun. Anti kasla. Anti kaslanun. Kaslanu. Kasla. For female we say kasla. For male we say kasla. Anti kasla. هذا صحيح. هذا صحيح. هذا صحيح. آسف. أنا آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. انتظر أنا ذاهب معك. أنا ذاهب معك. I have a problem with my device. That's why I often get disconnected. I think I need to change my device. Okay, next we have, who is next? Issa Hambisa. Yes, those. And Mariam Ibrahim. Start. Issa. Hada Adhan Salat al Asr. Hayya bina ila al masjid. Ana usalli fil bayt. أصلي في المسجد. أصلي. سلي. No, no.
صلي صلي في المسجد. المسجد بعيد. مسجد قريب. أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ لا أنا بخير. أنت كسلان؟ هذا صحيح. أنا آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. To male we say انتظر, but to female we say انتظري. انتظري، أنا ذاهب معك. Write this answer before the next class. If the sentence is correct according to the lesson, you will put the check mark. If the sentence is wrong according to the lesson, then you will put X mark. Do this before the next class and send me. Next we have Samia and Rukaya. You both will answer. الأولاد يأكلون. النساء يسبحن. الولد يجري. Which option? Second option. النساء يسبحن. Third option. الرجل يقرأ. الرجل يقرأ. البنت لا تقود. الرجل يجري. الرجل يأكل. الرجل يجري. الرجل يجري. Second option. الرجل يجري. Fourth one. البنات يجرين. مساء الخير. هو يأكل تفاحته. First option. البنات يجرين. Fourth option. المرأة تشرب. المرأة تشرب. هذه سمكة. المرأة تجري. هما يتسوقان من محل البقالة. Third option. المرأة تجري. البنت تجري. تقرأ. البنت تقرأ. First option. النساء يسبحن. أنا ألعب لعبة مع أختي. البنات يشربن. البنات يشربن. البنات يشربن. البنات يشربن. Third option. هو يأكل. Fourth option. هو يأكل. هو يأكل. هو يأكل. هو يأكل. Third option. هو يأكل. سارة and ياسيني, you both. النساء يسبحن. لديهم أقلام. وداعا. 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 هو يشرب. يشرب. هو يشرب. هي تأكل. هي تأكل. هي تأكل. هي تشرب. هي تشرب. شتيرة. هي تطبخ. هي تطبخ. هما يسبحان. الولد يشرب.
هن يكتبن. هن يكتب. هما يكتبن. يكتبن. هن يكتبن. هي تقرأ. هي تقرأ. هم يأكلون. النساء يسبحن. الولد يشرب. هم يأكلون. هم يأكلون. هم يأكلون. الرجل يأكلون. يأكلون. الرجل يأكلون. بيضة. مسحور. بيضة. بيضة. handicraft queen you both. تفاحة. تفاحة. بيضة. first. بيضة. تفاحة. first. تفاحة. خبز. تفاحة. an apple. تفاحة. خبز. third. بيضة. بيضة. fourth. قهوة. second. تفاحة. 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 قهوة. قهوة. خبز. third. خبز. بيضة. بيضة. an egg. fourth. قهوة. fourth one. خبز. bread. an egg. قهوة. coffee. third option. حليب. fourth option. fourth. if anybody has any question they can ask me. So I have a question, sir. Yes. So in this line, ana zahibun ila al masjidi, can it be written as ana azhabu ila al masjidi as well? Yes, correct. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Isa Ambisa, Maryam Ibrahim. Yes, ma'am. Which option? Bread, khubzun. تفاحة. تفاحة. بيضة. 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 حليب. بيضة. بيضة. تفاحة. تفاحة. بيضة. 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 قهوة. ترب. خبز. بريد. قهوة. كوفي. فورث ون. تفاحة. تفاحة. أنا في الفرست ون. قهوة. سكند ون. كوفي.